هسه ورا ما شرحنا بالفيديو السابق الاي بي سيمين والاي بي سيرندر، اكو هسه شغله جديده موجوده بالالكترون نستفاد من عندها، نستفاد من الاي بي سيمين والاي بي سيرندر وياها، اوكي؟ اللي هي شو اسمها؟ اللي هي الاوتو ابديت. الاوتو ابديت انا مثلا اليوم مسوي فد ابلكيشن معين وناشره، تمام؟ واريد هذا الابلكيشن توصل له تحديثات من عنده وبي، توصل له تحديثات، يحدث نفسه، اوكي؟ فالاوتو ابديت هو عباره عن باكج موجود بالالكترون، هذا هنا الكترون ابديتر، اوكي؟ هذا الباكج بداخله اكو شيء اسمه اوتو ابديتر. هذا الباكج هو اللي يساعدني انه اني اسوي ابديتات للالكترون وانشر هاي الابديتات في مكان معين، والابلكيشن راح يقارن الفيرجن مالته ويا الفيرجن مال الابديت ويشيك اذا اكو ابديت او لا وينزله وينصب والى اخره. فاول شيء نحتاج ننزل هذا الباكج اللي هو اسمه الالكترون ابديتر. طبعا هذا الباكج انتوا تعلمتوا شلون تنزلون الباكجات بهالسهوله هاي، انه تجون هنا تكتبون مثلا npm، سوري احول انجليزي، اكتب npm i او install ماكو فرق، وانطي اسم الباكج اللي هو npm i الكترون ابديتر. هسه اذا دست انتر تمام راح يبدي ينزل الالكترون ابديتر وينصب لي، انا ما عندي مشكله متنصب عندي هو راح يحدثه، واذا ما متنصب راح ينصبه لاول مره. فيعني اذا منصبه وتقولوا له تنصيب مره ثانيه ما ياثر. فورا ما نصبنا على سبيل المثال الالكترون ابديتر، اوكي، هنا هاي هي اعازات الالكترون ابديتر. بس قبل ما هذا الابديت يشتغل هو مين راح يلقى الابديت؟ يعني اني مثلا هذا الباكج من يريد يشيك الابديت وين راح يلقاه موجود؟ اوكي، بداخل الباكج جيسون بداخل البولد، تمام، اكو فد اعاز اسمه ببلش. بداخل الببلش اني اقول له البروفايدر شنو وين اليو ار ال اللي راح يشيك بيه الابديت. على سبيل المثال اني مثلا عندي فد سيرفر معين، اوكي، هذا السيرفر بي هيك اي بي، هذا الاي بي مالته وهذا البورت، تمام. بهذا الاي بي وهذا البورت اني حاط الابديت مال الالكترون، يعني اني من اسوي ابديت اصعده بهذا السيرفر بهيك لينك وبهيك بورت، تمام، واضحه الفكره؟ حاطه بالروت فايل، اوكي. من يصير اكو ريكوست على هذا الاي بي مثلا، طبعا هذا اي بي اني من يمه حاطه وهمي مو اي بي حقيقي، بس اني يعني الفكره هذا الاي بي، اوكي، او هذا اللينك راح القى بيه الابديت. فالتشيك فور ابديت هنا، التشيك فور ابديت من راح يشتغل راح يروح يباوع الابديت هنا بهذا الببلش، يشوف انا وين ناطي تارجت، يعني وين حاط الابديت مالتي، حيروح هو يباعه. هذا اذا انا مثلا عندي سيرفر معين، عندي سيرفر خارجي، نقدر بدل الجينريك نكتب جيت هاب، اوكي، ونعطيه هنا اللينك مال الريبوزيتوري مال الجيت هاب، تمام. يعني اقدر ارفع الابديت مالتي على الجيت هاب مو الا على سيرفر، لا باعتبار الجيت هاب مجاني، اوكي. فتقدرون تطون هنا البروفايدر جيت هاب وتطوا اليو ار ال اللي هو الجيت او المكان او الريبوزيتوري اللي راح يلقى بيه الابديت. طبعا انا الجيت هاب صراحه ما مستعمله، ما رافع قبل ابديتات على الجيت هاب، فما اعرف بالضبط اذا يختلف عن هاي او ما يختلف، بس هسه اشيك لكم ويعني انشر لكم اذا 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 سويته على الجيت هاب. فهسه ورا ما خلصنا، ورا ما نزلنا الالكترون ابديتر طبعا اللي هو هنا نزلنا، ورا ما نزلنا الالكترون ابديتر وورا ما ثبتنا الابديت مالتنا مين يجي من جنريك او من جيت هاب، اوكي، نجي هسه وين؟ نجي على المين. بداخل المين، اوكي، بداخل الابلكيشن ريدي، بداخل الابلكيشن ريدي ايش راح نسوي؟ راح نسوي اي بي سي مين يستلم اعاز تشيك فور ابديت. ليش؟ لان احنا اعاز التشيك فور الابديت راح ندزه من السكريبت من الريندر بيج، ما راح يعني ما راح يشتغل من واحده من المين بيج، اوكي، راح ندز الاعاز منين؟ من الريندر بيج، اوكي، من الريندر بيج ندز اعاز للمين بيج. فبالتالي وين حنستلمه؟ حنستلمه بالتشيك فور الابديت، اوكي. هذين اول سطرين مو مهمات صراحه، ما لكم علاقه بهن، انا مسويهن وحتى ما مستفاد من عندهن واحتمال امسحهن، اوكي. نجي من هاي السطرين اللي منانه. اول شيء انا مطفي الاوتو داونلود. ليش مطفي الاوتو داونلود؟ ليش مسوي له فولس؟ لانه اذا الاوتو داونلود ترو واني رحت قلت له تشيك فور ابديت، اوكي، ايش راح يسوي؟ راح بس يلقى ابديت راح يبلش يسوي داونلود من وحده، فاني ما اريد يسوي داونلود من وحده، اريد اني انطي اعاز انه يسوي داونلود، واضحه الفكره؟ فاني مطفي الاوتو داونلود على مود من يلقى ابديت ما يسوي له تلقائيا داونلود، لان احتمال اني ما اريد اسوي له داونلود فرضا، اوكي. ف مستدعي منه، مستدعي اعاز التشيك فور ابديت اند نوتيفاي، اوكي. هذا هو اول مرحله يمر بها الابديت. طبعا خلي اسوي لكم هنا فد سيكونس معين،
نكتب بيه المراحل اللي راح يمر بها الابديت، يعني يمر بها الاوتو ابديت. اول مرحله اللي هي هاي التشيك فور ابديت اند نوتيفاي، اوكي هاي اول مرحله. يقول لي تشيك فور ابديت اند نوتيفاي، هاي عباره عن فانكشن، هاخذها كوبي بيست. هاي عباره عن فانكشن، اوكي هاي اول شيء، اول بدايه نستدعي التشيك فور الابديت اند نوتيفاي. هنا من 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 اني من الـ من الريندر استدعي تشيك فور الابديت، اوكي راح من استدعي تشيك فور الابديت حنفذ هاي الفانكشن، استدعيها. هاي الفانكشن حتروح تبع اكو ابديت لو ماكو ابديت وترجع لي نوتيفاي. النوتيفاي وين راح استلمه؟ راح استلمه بوحده من ذني، هذني هن النوتيفاي مال الابديت. ورا ما يصير تشيك فور ابديت اند نوتيفاي هذني راح يبلشن يشتغلن بالسره، اوكي. ايش راح يشتغل؟ اذا فرضا ما لقينا ابديت، اذا ما لقيت ابديت، فالنوتيفاي اللي راح يرجع لي شنو هذا؟ راح استلمه وين؟ استلمه بالاوتو ابديتر دوت ابديت نوت افيلبل، اوكي. ورا ما استدعي تشيك فور ابديت اذا ماكو ابديت، لان هو ايش راح يروح يسوي؟ حيروح ياخذ الجيسون، هذا الجيسون حيروح يباع الفيرجن اللي انا حاطه هنا، اوكي. اذا هذا الفيرجن يختلف عن الفيرجن اللي بالسيرفر، يعني هذا اقل من الفيرجن اللي بالسيرفر، معناها اكو ابديت. بس اذا هذا اعلى او مساوي للفيرجن اللي موجود بالسيرفر، معناها ماكو ابديت. واضحه الفكره؟ فاذا ما لقى ابديت ايش راح يشتغل؟ راح يشتغل الابديت نوت افيلبل. اذا اشتغل الابديت نوت افيلبل، انا شو مسوي؟ داز هاي المسج لمن؟ للفرونت اند، داز للريندر، داز ليا بتر ابديت نوت افيلبل، اوكي. اذا اكو ابديت افيلبل، اوكي ايش راح يشتغل؟ راح يشتغل الابديت افيلبل. اذا اكو ابديت افيلبل، انا هنا شو مسوي؟ من اكو ابديت تلقائيا رايح مسوي داونلود ابديت، اوكي تلقائيا مسوي داونلود ابديت. اقدر انه مو اسوي تلقائيا داونلود ابديت. اذا تريدون تقدرون شو تسوون؟ تقدرون هنا تسوون اي بي سي مين، اوكي دوت اون. تقدرون تسوون اي بي سي مين اسمه مثلا داونلود ابديت، اوكي على سبيل المثال بهالطريقه تسوون اي بي سي مين اسمه داونلود ابديت، وهذا تخلوه يستقبل ايفنت. طبعا اوكي، وهنا تستدعون هذا، وهذا خلينا نقول احسن فرضا. فانتم فرضا تقدرون شو تسوون؟ تقدرون تدزون اعاز تشيك فور ابديت، حيشتغل النوتيفاي. من يشتغل النوتيفاي، هاي خلينا نسوي لها كومنت مثلا، راح يجيكم لو اعاز ابديت افيلبل، لو اعاز ابديت نوت افيلبل. اذا اجاكم اعاز ابديت افيلبل، تقدرون ترجعون ايش تستدعون؟ الداونلود ابديت. الداونلود ابديت هو عباره عن اي بي سي مين راح يشغل الداونلود ابديت مال الاوتو ابديتر. واضحه الفكره؟ هاي اذا واحد يعجبه يجي يسويها، على مود هو يتحكم ينزل الابديت لو ما ينزل الابديت، تمام؟ انا هنا شو مسوي؟ مسوي تلقائيا داونلود ابديت. واضحه الفكره؟ فهسه هذا راح اوقفه، بس دا اشوفكم يعني. زين، ورا ما نزلنا الداونلود ابديت، تمام؟ راح اذا صار ايرور خلال التشيك او خلال خلال ما يشيك باي وقت، اذا صار ايرور، اوكي خلال التنزيل، خلال قبل الابديت افيلبل، قبل الابديت نوت افيلبل، راح الايرور استلمه هنا، راح يجيني اعاز بالاوتو ابديتر اسمه ايرور، اوكي ارجع اني دادز هاي كلها، دادز للريندر مالتي شنو اللي دا يصير. اذا صار ابديت افيلبل ادزلها، صار ابديت نوت افيلبل ادزلها، صار ايرور ادز كلها للريندر، اوكي. هسه اذا ابديت افيلبل واستدعينا الداونلود ابديت، اوكي ايش راح يصير؟ راح يبدي يشتغل الداونلود بروجريس اللي هو هذا. الداونلود بروجريس راح يجز لي دائما كل ما ينزل كل كيلو بايت ينزله، لانه من يصير داونلود هو عباره عن كيلو بايتات جاي تنزل من السيرفر او من الريبوزيتري مال يعني من الريبوزيتري مال الجيت هاب او من اي مكان، اكو فد كيلو بايتات دا تنزل دا تجي للحاسبه مالتي، اوكي. فكل جزء ينزل يجيني الداتا مالته او المعلومات مال هذا الجزء اللي نزل وين يجي؟ يجي بالبروجريس اوبجكت.
هذا البروجرس اوبجكت يحتوي هواية تفاصيل، واحدة من عندها البيرسنت، البيرسنت تمثل نسبة التحميل، يعني اني كل ما ينزل 5% يجيني هنا 5%، رجع نزل شوية تايصر مثلا 10%، 11%، 15%، 20% وهكذا، اوكي؟ هو يدز لي اياها. فاني مدام هو الداونلود داونلود بروجرس، مدام الداونلود شغال، اوكي هاي راح تبقى شغاله وراح تدز لي نسبه التنزيل كل ساعه، كل شويه تدز لي نسبه التنزيل. اوكي؟ من يخلص التنزيل ويكون دان ونزل الابلكيشن كله، راح يشتغل ايعاز الابديت داونلودد، انه يابا ترى الابديت نزل كله كمل. هسه ورا ما يجي هذا الابديت داونلودد، انت شو تريد تسوي؟ تمام؟ انا يبقى كيفي، اسوي كويت اند انستول او اسوي كويت، او اسوي مثلا اقول له نصب لي اياه بعدين. واضحه الفكره؟ فهاي هي اعازات الاوتو ابديت. لحد هنا هاي كلش سهله، ما اتصور صعبه عليكم. اوكي زين، هسه نجي وين نروح؟ نروح نشوف احنا بما انه هذا دا نستدعي، اوكي، وهذول دا يشتغلون ودا يدزون المن دا يدزون للريندر، دا يدزون فتشي للريندر. اوكي خلينا نشوف هذا منين مستدعي وذول شلون مستلميهم بالرندر. اذا اروح هنا للسكريبت مالتي، خل اجيب تشيك فور ابديت، نروح للسكريبت نشوف التشيك فور ابديت وين مستدعي بعض. انا هنا شو مسوي؟ مسوي فانكشن اسمها تشيك فور ابديت، تمام؟ انا هنا دا اقول له اذا الابلكيشن اونلاين، طبعا انا عندي نسختين من الابلكيشن اوفلاين واونلاين، فاني دا اقول له اذا هو لا يساوي اوفلاين استدعي لي منه التشيك فور ابديت. اوكي هاي الفانكشنال تشيك فور ابديت وين مستعملها؟ مستعملها ستشوفون هنا، انه انا ورا ما اسوي لوجن، بعد اللوجن، اوكي اخر شيء بعد اللوجن اقول له التشيك ابديت اوتو سوي ترو، لانه انا ابديت اوتو يعني دا اشغل الاوتو ابديت، واستدعي الفانكشن اللي هي تشيك فور ابديت. التشيك فور ابديت ايش راح تسوي لي؟ راح تروح استدعي هاي الفانكشن وهذا راح يدز ايعاز. هسه ورا ما دز ايعاز، اوكي، الجواب مال الاوتو ابديت وين راح استلمه؟ راح استلمه بالاوتو ابديت مسج. اني بالريندر مسوي في شيء اسمه اوتو ابديت مسج، ومسوي في شيء اسمه داونلود بيرسنت. خلي اشوفكم هسه الاوتو ابديت مسج، يعني هذني المسجات من دا يوصلون وين دا يروحن. هذني اصور مسويهم بالهوم. اوكي اوتو ابديت مسج، اوكي مسويهن هنا باللاي اوت. انا هنا شو مسوي؟ مسوي سكريبت، اوكي الاي بي سي ريندر مشغله، قايل له من يجيك اوتو ابديت مسج، اوكي راح يجيك الكود ويجيك الايفنت. انا احتاج الكود، لان اذا تشوفون هنا داز داز كود ابديت افيلبل، داز كود نوت افيلبل، داز ايرور، داز ابديت داونلودد، واضحه هاي الكودات اللي دادزها. فهنا ايش دا اسوي؟ دا استلم هذا الكود اطببه على سويتش. اوكي ايش اقول له؟ اقول له اذا اجاك ابديت افيلبل طلع مسج لليوزر اكتب شنو؟ يوجد تحديث جديد جاري التنزيل، تلقائيا جاري التنزيل، ماكو داعي استلم مثلا من اليوزر فشي انه مثلا خلينا نقول نزل لو مو نزل، انا تلقائيا من القى ابديت انزله. اوكي اذا اجى ابديت نوت افيلبل، تمام، فهنا شو اسوي؟ اشيك اذا هذا يساوي يساوي فولس، انا لسبب معين، مو اللي تسوون مثلي يعني، انا مسويها لسبب معين. اوكي فالفكره انه انا هنا من ماكو ابديت فجدا اطلع مسج لليوزر دا اقول له لا يوجد تحديث جديد. اذا اجى ايرور فجدا اقول له لليوزر حدث خطا اثناء عمليه تنزيل التحديث. واضحه الفكره؟ اذا اجى ابديت داونلودد ايش اقول لليوزر؟ تم تنزيل التحديث، يرجى اغلاق التطبيق واعاده تشغيله من جديد، لانه الابديت من ينزل اوكي ما يشتغل لحد ما اطفي الابلكيشن وارجع اشغله. واضحه الفكره؟ فهاي هنا انا مستلمها وعارضها لليوزر، هاي المسجات اللي جايتني. زين الداونلود بيرسنت شنو اللي دا استفاد من عندها؟ باعوا هنا انا مسوي وحده ثانيه داونلود بيرسنت. الداونلود بيرسنت ايش دا اسوي بيها؟ دا يجيني فد بيرسنت معين، اوكي هذا البيرسنت ايش دا اسوي؟ دا اسوي له اول شيء راوند، لانه هذا البيرسنت يجي باعشار، فاني ما اريد باعشار، دا احوله الى رقم صحيح، يعني 10 15 لحد ما يوصل لل 100. اوكي واعرضه، انا عندي فد مكان بال HTML اعرض نسبه التنزيل، فدا اخذ الرقم واخلي وياه علامه البيرسنت واعرضه. واضحه الفكره؟
فهذا دا يتحدث ال HTML عندي بهالطريقة، كل ما ينزل ال HTML يطلع يمي قدامي في البروجرس ايش قد نزل بالمية. تمام، هاي هنا أنا مستلم اني المسجات طبعا. اوكي فالحد هنا تمام. اوكي هسه هاي شنو عندكم ال check for update، ال check الاوتو ابديت، خلينا ناخذها find، اخذها copy، اشوفكم اني وين مستخدمها. بعد هنا بالبدايه اني بالابلكيشن مالتي معرف التشيك اوتو ابديت نل، مسويها نل. اوكي جاي هنا شو مسوي؟ اذا الابديت ابلكيشن فانكشن، طبعا هاي يمكن ما مستخدمها او ما ادري اذا مستخدمها لو لا، والله خليني اسوي لها كوبي. اوكي مستخدمها هاي، بس مستخدمها بحاله الاونلاين، انه هاي ابديت ابلكيشن فانكشن. تمام، هذا هو اذا يختار يريد ينزل التحديث، لو يعني اذا بعد اللوجن اوكي ما صار ما لقى ابديت، بس مثلا هو ورا ساعه راد يشيك اكو ابديت لو ماكو، خو ما يرجع يسوي لوج اوت ولوجن من جديد، فاكو مكان يدوس عليه اوكي على مود يسوي يشيك اكو ابديت لو ماكو ابديت، فهاي الفانكشن راح تشتغل من يدوس على هذا المكان. واضحه الفكره؟ فاني هسه هنا هذا ما له علاقه بيه، خليه اشوف هذا، شوف هذا وين مستخدمه. هسا قلت لكم اول شيء انا هنا مسوي نل، تمام، بعدين هنا بالابديت ابلكيشن فانكشن الاوتو ابديت دا اسوي فولس، لان هذا ما يعتبر اوتو ابديت، تمام، يعتبر انه انا دا اطلب الابديت. اوكي باللوجن بالافتر لوجن اوكي يعتبر هذا اوتو ابديت، ليش؟ لان انا من يمي دا اسوي تشيك فور ابديت، مو المستخدم دا يسوي تشيك فور ابديت، فبالتالي هذا يعتبر اوتو، السيستم هو اللي يسوي تشيك. اوكي هنا مو السيستم دا يسوي تشيك، هنا المستخدم هو اللي دا يطلب انه يصير ابديت، فلذلك هذا مسوي فولس. بعدين وين مستخدمه؟ قلت له هنا مال الابديت نوت افيلبل، اني اذا التشيك فور الابديت يساوي يساوي فولس. اوكي يعني شنو؟ يعني اذا المستخدم هو اللي طلب يسوي ابديت، تمام، فاني اطلع له مسج لا يوجد تحديث جديد، بس اذا اني دا اسوي الابديت من يمي بعد اللوجن وما لقيت تحديث ما اطلع له مسج لليوزر. واضحه الفكره؟ لان هو اصلا ما دا يعرف انه هو صاير دا اشيك انا لو ما دا اشيك. تمام؟ يعني انا هاي حاطها بس على مود انه من اشيك الابديت بعد اللوجن اذا ما لقيت ابديت حتى ما اطلع له مسج، بس اذا هو طالب الابديت، لانه هو من دا يطلب الابديت دا اسوي هاي فولس، اذا هو طالب الابديت ايش دا اسوي؟ دا اطلع له مسج، واذا هو طالب الابديت وصار ايرور ايضا دا اطلع له مسج. بس اذا هو ما طالب الابديت، الابديت اني من يمي مسوي الابلكيشن من وحده مسوي مثلا بعد اللوجن، اوكي فهاي لا راح يطلع له، اذا ماكو تحديث ما راح يطلع له، واذا ماكو خطا ايضا ما راح يطلع له. تمام، بس شنو اذا بعد اللوجن اكو ابديت قبل راح يطلع له هاي المسج، راح يقول يا ترى اكو ابديت، واذا بعد اللوجن صار ابديت من يمي وصار داونلود فقبل ايش راح اقول له؟ تم تنزيل التحديث. ورا ما اخلص اوكي ورا ما اطلع من السويتش ايش اسوي؟ ارجع هذا نل. واضحه الفكره؟ على مود للمره الجايه. اوكي فهاي لحد هنا هذا هو البيرسنت بهالطريقه استخدمه، واني بهالطريقه متعامل ويا الريندر اوكي دا توصلني المسجات، ومنها قلت لكم بهالطريقه بالمين متعامل ويا الاوتو ابديت، استدعي تشيك فور الابديت واشيك هاي حالاته، يا اما ابديت افيلبل يا اما نوت افيلبل يا اما ايرور يا اما داونلودد يا اما داونلود بروجرس. اوكي هذا بس هيجي، هذا هو الاوتو ابديت، اتمنى واضح. ويبقى بس من القى طريقه شو صح له، من القى الطريقه مال، انا صراحه ما مستعملها قبل، من القى الطريقه انه شلون ترفعون الابديت على الجيت هاب. اوكي اشيرها وياكم ان شاء الله.